السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمناكم في صحة جيدة. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، غادي ندير معاكم مرة أخرى كنافة، ولكن هذه المرة كنافة بحجم عائلي وكنافة بالجبن. المرة اللي فاتت درت معاكم كنافة فردية بالكريمة اللي خدمناها في الدار. اليوم تحت طلبات ديال المتتبعين ديال القناة، بغاو الكنافة بالجبن، وبغيت نلبي لهم هذا الطلب هذا وندير لهم هذه الكنافة، هذه تكون عائلية وبالجبن. انا يعني في العادة تندير هذه الكنافة هذه بالجبن وبحجم عائلي. المرة اللي فاتت لانه كان عندي ضيوف درتها، بغيت نبدل ودرتها بالكريمه وب يعني بحجم فردي. اوكي، اش غادي نحتاجوا لهاد الكنافه هادي؟ اول حاجه باش ما نديروا الكنافه، غنديروا القطر او السيرو اللي غادي نسقوا به الكنافه. اول حاجه باش يبرد لينا، لانه الكنافه نخرجوها من الفرار نسقيوها بالقطر. اشنو غادي نحتاجوا لهاد القطر هذا؟ غنحتاجو جوج كيسان ديال السكر سنيدة، جوج كيسان، جوج ليفات صغار على حساب نتوما والحلاوة شنو بغيتو. انا درت هاد الكويس هذا وغادي نضيف تاني، غادي نديرو جوج كيسان ديال سنيدة وغادي نضيفو كاس ديال الماء، يعني العبار غديرو جوج عبارات سنيدة وعبار واحد ماء بارد. غنديرو هكذا في كاسرونة، غادي نضيفو شوية العصير الحامض، شوية هكذا، وغادي نضيفو شوية ماء الزهر. أنا تعجبني ندير خليط بين عصير الحامض وماء الزهر، تيجي زويون. صافي، وغادي نحركو وغادي نديرو فوق العافية، غادي نحركو مزيان حتى يدوب لينا السكر مزيان مع الماء، تيدوب مزيان. وفاش غادي يدوب غادي نديروه فوق العافيه، نخليوه يطيب، تيبانو لينا دوك الفقاعات، دوك الفقاعات يبانو لينا. ومن بعد غادي نخليوه 10 دقائق صافي ونطفيو عليه. وفاش غادي نجيو نجربوه غادي يكون عندنا القطر ديالنا خاتر، ما يكونش جاري، غادي يكون عندنا خاتر. هذاك هو القطر اللي بغينا نسقو به الكنافه. دابا غادي نديرو فوق البوطه ونتلاقاو. بنات، اشنو غادي نحتاجو فاش غادي نديرو هاد الكنافه بالجبن؟ غادي نحتاجو اول حاجه الكنافه، تنحتاج انايا لهاد الباكيه، هادي باكيه وحده فيها 454 غرام، تناخدها من عند المحلات العربيه سميتها قطايف، هادي حتى في المغرب موجوده. شتو هي هادي؟ تتكون في الفريغو، فاش نجيبوها تنخليوها في الفريغو وتبعو نخدمو بها، تنخرجوها ليله كامله نحطوها في الثلاجه، ومن بعد باش نبغيو نخدمو بها نخرجوها واحد الساعه في الكوزينه ومن بعد نخدمو بها. اوكي، عندي القطايف، عندي الزبده ذوبتها وخليتها تبرد، الزبده خديت هاد الزبده هادي، اوكي، ان سورد بارر هادي، وخديت ذوبت جوج ديال السكات هادو، جوج من هادو، يعني 200 غرام وشي حاجه، او 250 غرام على حساب نتومايا كيفاش بغيتو الكنافه ديالكم. انا تندير 200 غرام وشي حاجه تتخرج ليا، تخرجوا ليا هادو جوج. اوكي، 200 غرام او 250 غرام ديال الزبده تندوبوها في كاسرونه ونخليوها تبرد. تنحتاجو زليفه ديال موتزاريلا، الفرماج موتزاريلا، تنحتاجو زليفه صغيره هي تتجي تعلكها وتجي غزاله وتجي بنينه بزاف. وغادي نحتاجو حك ديال ريكوتا تشيز، فرماج ديال ريكوتا غادي نحتاجو. انا تندير هذا كله شحال فيه 907 غرام ديال ريكوتا. اوكي، تجي زويونه، هادشي اللي تنحتاجو. دابا غادي ناخذو نكملو السيرو ديالنا حتى يطيب لينا مزيان، وغادي ناخذ هاد الكنافه هادي.
الكنافه هذه غادي نقطعها رقيقه مزيان بحال الشعريه، نقطعها رقيقه ومع نطلقها. فاش ولاو هاد الفقاعات هادو تيبانو غادي نحسبوا 10 دقائق قد قد، وغادي نطفيو على العافيه، ومن بعد غادي نجربوها نشوفوا القطر ديالنا الا جا ثقيل هذاك الشيء اللي بغينا، ما بغيناش يكون جاري، بغيناه يكون ثقيل. يعني دابا غادي نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليه. اوكي بنات، القطر ديالنا طاب، خليته يبرد. دابا غادي ناخذ هاد ريكوتا هادي، هاد البواطه كلها، وغادي نديرها في هاد الزلافه هادي. اوكي، وغادي نضيف عليها هاد زليفه صغيره ديال الموتزاريلا تشيز، فرماج ديال الموتزاريلا، وغادي نخلط كلشي تنسجموا ليا بجوجهم، ومن بعد غادي نطلقاو واش غادي ندير الكنافه ديالنا في المول. يعني اسهل ما يكون، وتجي بنينه 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 واحد الدرجه ما تصوروش. انا فاش نمشي عند يعني المطعم العربي ديما ضروري من الكنافه، ضروري تنخلي واحد البليصه ليها باش ناخذ الكنافه، لانها عن جد تجي زويونه. وكان نخلط هاد العناصر مزيانه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نديرو الكنافه ديالنا في المول. بنوتات، دابا خلطنا الفرماج ديالنا ريكوتا مع موزاريلا، خديت هاد الكنافه هادي هاديك البواطه كلها وقطعتها مزيان، قطعوها بيديكم بالموس بالبقاس اللي بغيتو، المهم خذوا وقتكم قطعوها. شوفوا كتبان بحال الشعريه. اوكي، وغادي ناخذوا هاد 200 او 250 غرام ديال الزبده مذوبه على حساب، وغادي نكبوا شويه ونخلطوا وعاود نزيدوا تنكملوها كلها، ونلبسوا هاد الشعريه هاد الكنافه، هاد عجينه الكنافه غادي نلبسوها مزيان بزبده باش غتجينا رطبه. اوكي، غادي نخويو هنايا شويه، يعني هاد الزبده كلها غادي نديروها كتلبس لينا هاد الشعري هاد الكنافه هادي. اوكي، دابا خديت هاد المول هذا الدائري اللي تيتحل من هنايا باش يكون عندكم سهل باش تحلوها فاش غادي تطيب. دهنته بالزبده مزيان وحطيت فيه طريفه ديال الزبده هكذا باش تجيني محمره، باش غادي نقلبها تجيني محمره. اوكي، ومن بعد هاد عجينه الكنافه اللي خلطت بالزبده غادي نجي وغادي نديرها هنايا. تقريبا غادي ناخد اكثر من نصف، قطعوها مزيان. شتو غادي نديرو ليها هكذا عليها مزيان، ومن بعد غادي ناخذوا شي كاس ولا شي حاجه وغنديروا ليها هكذا تتقاد لينا مزيان، وغادي نمسحوا هاد الجوانب هادو باش ما يجيوناش طالع فيهم هاد العجينه ديال الكنافه، يجيونا نقيين. ومن بعد غنطلقوا باش غادي نديروا الفرماج من فوق منها. دابا بعد ما قديت هاد العجينه هادي درت تقريبا خسر من النصف، قديتها مزيان ومسحت هاد الحواشي هادو باش ما نجيناش مسخه. دابا غادي ناخذ هاد الشيز هاد الفرماج هذا كله وغادي نبسطو على الدائره كلها. شو شي هاد ريكوتا مع موتزاريلا كيعطي واحد التعليكه لداخل كتجي زوينه. غادي نضيف هادشي كله وغادي نبسطها مزيان.
يعني خذوا الخاطر ديال تاخذش الوقت بزاف، لكن شي زوينه وبنينه. كنتو معروضين بغيتو تدوها معاكم عند شي ناس، حتى هي تجي زويونه. بغيتو بحال هكذا ديروا الفرماج وترشوا عليها شويه اللوز، هذاك الشيء يمكن اللي غادي ندير انا باش هاد الشيء تعجبني، تجي مقرمشه شويه، ترشوا عليها شويه اللوز مهرمش، ومن بعد تغطيوها بالعجينه ديال الكنافه. شفتوا البنات انا درت عليها الفرماج كله. من بعد غادي ناخذ هاد اللوز اللي مهرمش وغادي نديرو من الفوق هذا، يعني الا بغيتو حيد هادو الاصحاح، يعني اختياري الا كان عندكم هكذا اللوز زايد يعني شايط ولا شي حاجه هكذا. انا تعجبني اي حاجه فيها داك القرمشه، ماشي يقولوا ليها اوكي. وهو نورمالمون تيدار فيها البيستاش من الفوق، ولكن انا البيستاش ما تعجبنيش بزاف. وحنا نشوف لمسه مغربيه، حنا تنديروا الاكثريه الحلويات باللوز، نبقاو نديروا يعني حلوه عربيه، ولكن نمشيو شويه ناخذوا نبقاو في اطار الذوق ديالنا. كنبغيو اللوز بزاف، حتى العائله ديالتي تتبغي اللوز ما تتبغيش البيستاج. نتوما خصكم ديروا على حساب يعني العائله شنو تتاكل. غادي نغطي هذا الشيء مزيان، وبيني وبينكم المذاق ديال اللوز لا يعلى عليه، يعني اللوز يجي انا تعجبني على البيستاج. اوكي وغادي نغطيو مزيان، نقادو هذا الشيء هكذا، نقادوه مزيان ونوركو هكا باش يتقاد. ومن بعد نتلاقاو في هاد الوقيته هادي. شعلت الفران، خليته سخن على 350 180 درجه، خليته سخون. بعد غادي نديرو فيه هاد الكنافه ديالنا. بنات صافي دابا قديتها في المول مزيان، وتديروها في شي صينيه هكذا باش داك التشيز يعني الفرماج الا بغى يذوب ولا شي حاجه ما يذوبش في الفران ديالكم. غادي ندخلها الفران، غنخليها حتى تحمر من الجوانب، حتى تحمر كلها. الا بانت لكم تحمرت مزيان من التحت شعلوا عليها واحد شويه، كان الفران ديالكم تيحمر من الفوق ومن التحت صافي خليوها حتى تحمر مزيان ولي فيها واحد واحد اللون ذهبي. ومن بعد خرجوها، وفاش غادي نخرجوها عاد نبين لكم اننا خصنا نسقيوها بالسيرو يكون بارد. اوكي بعد ما طابت لينا الكنافه شفتوها كيفاش جات محمره بحال هكذا، تقريبا خدات ليا تقريبا شي ساعه في الفران تطابت، على خاطرها مشعلتش عليها من الفوق، خليتها تحمرات من الفوق ومن التحت. دابا هاد السيرو هذا باش نوريكم، هاد السيرو بارد هو اللي غادي نسقي به هاد الكنافه كلها باش تشرب لينا. شفتوا غادي نسقيه كلها لانها هي سخونه، لانها هي سخونه والقطر بارد. غادي نسقيها كلها شحال خاطر تيكون ثقيل، هذا هو اللي بغينا حنايا، هاد القطر هو اللي بغينا يكون ثقيل. صافي وغادي نخليها تتشرب مزيان، ومن بعد نديرها في طبق التقديم. نخليها دابا هكذا، ها هي الكنافه ديالنا كيفاش جات. نوريكم هكذا جات غزاله، تحمرات من الفوق وزوقتها بشويه اللوز مهرمش وشويه
الورد البلدي من قلعه مكونه، يعني واحد اللمسه مغربيه من الفوق. قلبتها، خرجتها وسقيتها وحيتها من الاطار، قلبتها ودابا زوقتها. شوفوا شهوه منها، تحمرت تقريبا خدات شي ساعه. نحاول نقطع لكم واحد الطريف لانه هي نورمالمون تتبرد باش تقبض في راسها، وديروها في الثلاجه تتاكلوها بارده تجي زويونه. بغيتوها دافيه ممكن نقطع لكم واحد. شوف كيفاش مقرمشه وعامره بهذاك داك الفخوماج. هي نورمالمون خصها تتبرد، شفتو شفتو الفخوماج من هنا كيفاش يبان هنايا، يعني تجي غزاله ومسقيه مزيان. باش نوريكم شفتو الفخوماج من هنا كيفاش تكون، يعني كلها عامره مزيان. من الاحسن ديروا هذيك البواطه ديال ريكوتا تشيز كامله، يعني تجي غزاله. باش تاكلوها هكا دافيه، بغيتو تاكلوها بارده او ديروها في الثلاجه ومن بعد تخرجوها. بغيتو تاكلوها دافيه تسخنوها واحد شويه، تاكلوها مع قهوه مع اتاي، او ديروها ديسير تاكلوها مورا الماكله. هذيك المره فاش درت هذيك الكنافه الاخرى الفرديه، فاش بردات لي شويه في الثلاجه، سقيتها بهاد ماربل سيروب ديال بانكيك من الفوق شويه، حيت بغيتها شويه تكون حلوه. حتى هو عطاها واحد المذاق زويون، هاد شوغر فري سيروب ديال ماربل سيروب. انا عندي شوغر فري كنديروه بانكيك، حتى هو جا زويون من الفوق. سقيتها الا بغيتو، الا بقات لكم شويه في الثلاجه وبغيتو مور سويت وتكون شويه فيها يعني تكون مسقيه، تزيدوها عاد تزيدو حتى هو تعطي واحد المذاق زويون. نتمنى هاد الكنافه هادي تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها لانها عن جد تتشهي تتشهي. واخا انا ما نقدرش نقدر ناكلها دابا لانه متبع واحد الريجيم، ما نقدرش ناكل اي حلوه، ولكن درتها لعائلتي، ويعني فرحانه بهاد يعني كيفاش جات، لانه تجي زويونه بزاف. ونتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو من يعني بليز شاركوه مع الاصدقاء ومع العائله ديالكم باش القناه ديالنا تكبر، باش القناه ديالنا تستمر، لانه باللايكات ديالكم وبالمشاركه الفيديوهات مع الاصدقاء والعائله القناه غتكبر، والقناه غتبقى ان شاء الله في يوتيوب. لانه الا ما كانش العدد اللايكات والعدد اللي مطلوب من اليوتيوب، ما غاديش القناه تكمل وما غاديش تستمر. يعني الا كان القناه عجباتكم، نتمناكم يعني تدعموها وتشاركوها مع الناس اللي تتعرفوا. كانت القناه ما عجباتكمش ما غاديش تدعموها، يعني كل شيء ترجع لكم. وانا متفهمه الوضع، يعني الا عجباتكم غادي تشجعوها، ما عجباتكمش ما غاديش تشجعوها، لانه الدور كله لكم نتوما، وانتوما اللي تتفرجوا في الفيديوهات، وانتوما اللي تتقولوا اشنو بغينا والقناه اللي بغيتو والقناه اللي ما بغيتوش. نتمنى هالفيديو هذا يعجبكم، ونتمنى نلقاكم في فيديو اخر. وبوسه كبيره لكم، وعن جد عن جد تسمح لي المحمه واللي تشهات الكنافه هذه على الراس والعين، ديرها ليها اللي كانت حدايا. يعني نتمنى لكم طول العمر، ونتمنى لكم الصحه، ونتمنى لكم السعاده، وتهلاو في راسكم. ونلقاكم في فيديو اخر. باي باي، مع السلامه.